تشمل جلسة الريادة والإبداع المحاور الرئيسية المطلوبة لنجاح كافة القطاعات الأخرى، فهي الرافد الرئيسي للمهارات والكفاءات والبيانات والأفكار الريادية والإبداعية التي تحتاجها مختلف القطاعات. تشمل جلستنا محاور التعليم والتعليم والتدريب التقني والمهني، كذلك تشمل البيانات والبحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة. وبشرفني يكون معي بهذه الجلسة نخبة من الخبراء في هذه المحاور، معالي الدكتور تيسير النعيمي، وقد شغل منصب وزير التربية والتعليم في عدة حكومات، وهو أكاديمي من الطراز الأول، درس في عدد من الجامعات الحكومية، وعمل كخبير استشاري في العديد من المؤسسات الدولية في مجال تطوير التعليم. أهلا وسهلا بك معاليك. ضيفي الثاني هو الدكتور أمين أمين، وهو الرئيس التنفيذي لمشروع HTU Plus الذي يأتي في إطار تحقيق أحد أهداف مؤسسة ولي العهد، ويهدف بشكل أساسي إلى تعزيز وزيادة الإقبال على التعليم والتدريب التقني والمهني في الأردن. ودكتور أمين أيضا لديه خبرة طويلة في مجال الإشراف على تطوير برامج المهنية. أيضا أرحب بالسيدة غدير الخفش، وهي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم من أجل التوظيف في الأردن، وهي أيضا عضو في مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد، كما أنها ناشطة في مجال حقوق المرأة وفي تمكين الشباب. وأرحب أيضا بضيفي السيد سروج كومار، وهو المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، وقد شغل السيد سروج منصب المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة آسيا الوسطى، وكذلك منصب مدير عالمي لإدارة مخاطر الكوارث، وهو صديق للأردن وضيف عزيز. أهلا وسهلا بكم. يعني إذا بتسمحوا لي وفي عجالة جدا قبل ما أبدأ الحوار، أن أذكر بأهم النقاط التي ذكرت أثناء عرض رؤية التحديث الاقتصادي في الجلسات الأولى. بداية، الهدف الرئيسي للوثيقة هو وضع رؤية شاملة وخارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانات لتحقيق النمو الشامل المستدام. الهدف طبعا أن تكون الوثيقة عابرة للحكومات، لا تتغير بتغير الأشخاص، ولكن تتجدد مع التغيير المستجدات في الساحة الإقليمية والعالمية. اعتمدت على ركيزتين أساسيتين، هما ركيزة النمو الاقتصادي وركيزة أيضا جودة الحياة. نتج عن الوثيقة 8 محركات ارتبطت ب8 أهداف وطنية، ترجمت من خلال ورش العمل إلى حوالي 366 مبادرة. أهم مخرجات النتاجات أو النتاجات المتوقعة للرؤية هي أولا النمو الاقتصادي، بحيث ينمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 58.1 مليار دينار بحلول عام 2033، وأيضا توفير فرص العمل بحيث توفر أكثر من 1 مليون فرص عمل جديدة للأردنيين خلال 11 عام القادم. طبعا هذه النتاجات كلها تحتاج إلى تعليم عالي الجودة، تحتاج إلى بيانات شاملة ودقيقة يمكن الاعتماد عليها، تحتاج إلى بيئة وثقافة تدعم الريادة والإبداع والتميز. أنتقل الآن إلى الحوار مع ضيوف الكرام، وأبدأ معك معاليك. وقد شاركت بورش العمل التي تمت على مدى الأشهر الماضية، وقبل ذلك أيضا شاركت بالعديد من الجهود التي طورت خطط لتطوير التعليم والموارد البشرية، سواء كان داخل الوزارة أو خارجها. يمكن السؤال اللي بيخطر على بال الكثيرين، هل تختلف هذه الوثيقة عن سابقاتها؟ كيف تختلف؟ يعني لماذا نطلق اليوم وثيقة أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدتي، سيدي سمو ولي العهد دولة الرئيس، زميلات وزملاء. أنا أعتقد أنه هذا This is the $1 million question، والذي يجب حقيقة أن يتم توضيحه للعامة جميعا من خلال communication campaign، لأنه هذا لاحظنا أيضا بورشات العمل أنه عندنا استراتيجيات قطاعية وخطط قطاعية بوزارة التربية، بالتعليم العالي، بالتدريب المهني وما إلى ذلك. So what's different؟ What's the value added التي يجب أن تكون؟ فهذا يجب أن يوضح للناس كجزء من يعني وثيقة التحديث الاقتصادي اللي حظيت برعاية ملكية سامية بمتابعات سمو ولي العهد دولة رئيس الوزراء
بهذا الأمر. أنا أعتقد أن هذه الاستراتيجية الخاصة بقطاع التعليم والتدريب، ودعنا نسميها منظومة تنمية الموارد البشرية لأنها تعني بتنمية الموارد البشرية بجانب العرض من سوق العمل، هي تختلف عن سابقاتها بمجموعة أشياء. أولها أنها انبثقت من وثيقة حولها إجماع وطني، وهي الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي حددت ملامح واتجاهات التطوير في منظومة تنمية الموارد البشرية. ثانياً أنها لم تغفل الاستراتيجيات القطاعية الفرعية الموجودة حالياً، وإنما بنت عليها، حللتها، حددت ما هي هذه التحديات، عملت شوية لينكجز وألايمنت بينها، عملت سبيدينج أب لبعض التدخلات الموجودة بهذا الأمر. والأهم من كل ذلك أنه لأول مرة منظومة تنمية الموارد البشرية التعليم والتدريب من 0 ل 22-24 أنه لأول مرة يوضع في سياق السياسة العامة. كانت دائما السياسات مجتزأة قطاعية أو صب قطاعية، الآن بنحكي على policy public policy framework محدد انبثق من هذه الوثيقة الكاملة اللي بتشمل 14 أو 16 محور بثمن درايفرز محددين، وبالتالي وضعت التعليم في قلب هذا المحور بهدف أساسي أن التعليم ليس هدفا قائما بذاته على أهميته، وإنما هو محرك لعملية النمو الاقتصادي و الاجتماعي. دعيني أضرب مثال على هذا الأمر من الاستراتيجي. لأول مرة هذه الوثيقة تطرقت إلى حوكمة القطاع كاملا وليس حوكمة فرعية لقطاعات مجتزأة، وبالتالي لما نتحدث عن حوكمة نحن نتحدث عن سياسات وازنة راشدة عابرة للحكومات مبنية على شواهد، وليست مجالس فرعية هي أقرب لأن تكون مجالس وزارات وليست مجالس سياسات تنهض بمثل هذا القطاع. أن تختلف أيضا أنها، وكما أشار جلالة الملك المعظم بأنه هذه عابرة للحكومات، وبالتالي في نوع من الكوميتمنت وهاي بوليتيكال يعني كوميتمنت أنه هذه البرامج هي مستمرة. مقتل التطوير اللي رافقنا بآخر 30 سنة هو حقيقة ما كان في استمرارية للسياسة، وبالتالي حتى نضمن نجاح برامج الإصلاح والتطوير وهذه الاستراتيجية لابد أن يكون هناك استمرارية لهذه السياسة. سياسات خاصة في مجال التعليم it needs time to mature، بحاجة إلى وقت حتى تنضج وتبدو آثارها، وبالتالي يعني نحكم عليها. النقطة الأخيرة إنه هذه الاستراتيجية يعني وضعت في إطار من المتابعة والتقييم، ومن جهة عليا من الديوان الملكي هناك سيكون متابعة وتقييم لواقع التنفيذ وعلى مستويات متعددة، واقع التنفيذ درجة تحقق المستهدفات بالتايبولوجي تاع الانديكيترز سواء كان المخرجات أو النواتج أو حتى الامباكت والأثر، وبالتالي هذا بصوب المسارات. هذه الاستراتيجية ضمنت من خلال الدراسة المستعرضة التي عملت بكل القطاعات الفرعية بالوثيقة أن يكون هناك linkages and alignment بينها، بمعنى أن التعليم متشابك مع قطاعات فرعية أخرى، وبالتالي بده يتناغم مع هذه التدخلات والمبادرات بهذا الأمر. نحت منحة هوليستيك شمولي وليس تطوير بالقطعة، مرة بدي أطور مناهج، مرة بدي أدرب معلمين، مرة بدي أنشئ مراكز. إحنا بنحكي على transformation، على نهج تحولي بهذا القطاع يقودنا إلى أن يكون في صلب محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأخيراً إحنا منقول إنه هذه وثيقة أردنية بسواعد أردنية بخبراء أردنيين طورت
وبالتالي كان هناك في تشاركية ملحوظة بهذا الأمر. بصورة عامة أيضا هي ركزت على النواتج وليس على هندسة المدخلات في النظام. فبالتالي في National Goals and Targets محددة لأول مرة، وليس فقط ركزنا على مدخلات النظام التربوي أو التعليمي، وإنما بعنينا إنه المدخلات هي وسيلة لتحقيق هذه الأهداف وليست هي غاية بحد ذاتها. شكراً معاليك. نعم، أنا بعتقد إنه كل من شارك بالورش بتفق معك إنه عالجت هذه الوثيقة كل الفجوات اللي كانت موجودة بطريقة يعني التخطيط، أو خلينا نقول الفجوات التي ما أخذت بعين الاعتبار نواحي مهمة لنجاح التنفيذ ومتابعته. رح أنتقل لك دكتور أمين. يعني بظن ما بيخفي على حدا بالأردن إنه في القطاع التعليم والتدريب التقني والمهني يعني ليس في أحسن حال، مع أنه كان هناك أيضاً مبادرات كثيرة وجهود ودعم مالي لتطوير هذا القطاع. يعني ما بدي أدخل بالتحديات لأنها عديدة، من مناهج إلى أساليب تعليم تقليدية إلى آخره، ولكن يعني يمكن سؤالي وبصراحة، هل يمكننا اليوم تغيير الحال؟ هل ممكن جعل التعليم والتدريب التقني والمهني أكثر فعالية وأكثر قدرة على استقطاب ليس فقط الطلاب ولكن استقطاب الكفاءات من كوادر، يعني من طلاب ومن كوادر تعليمية وإدارية؟ شكرا ديما. يسعد صباحكم سيدي صاحب السمو دولة الرئيس. الجواب ديما أكيد يس، نعم 100%. يعني وبالعكس أنا بدي يعني أخذها لخطوة للأمام، أقول لك إنه ما بنقدرش نحكي عن استراتيجية 2033 بدون ما يكون التعليم والتدريب التقني والمهني هو أساسي فيها. بالمشاركة في الورشات اللي تمت بالديوان الملك العامر وببني على اللي تفضل فيه معالي الدكتور تيسير، النقطة الأساسية اللي انطلقنا فيها اللي برأيي كانت تختلف عن مبادرات أخرى عملنا عليها، إنه إحنا طلعنا وين بدنا نكون بالعشرين 2033 ورجعنا من هناك رجوع. يعني مرات كتير إحنا بنبدأ بدنا نتعامل مع المشاكل الموجودة بين إيدينا ومنعلق فيها، منضلنا نلف بنفس الدائرة. المرة هاي كسرنا الدائرة هاي وجينا قلنا وين بدنا نكون، وين بدنا الأردن بالعشرين 2033، وإيش الاستحقاقات المطلوبة علينا اليوم مشان نقدر نوصل محل ما بدنا نكون بالعشرين 2033. و يعني بضيف صوتي لصوت كل الزملاء اللي شاركوا معنا في الورشات هاي اليوم. التدريب التقني والمهني هو جزء أساسي من المنظومة، وبشاركك ديما إنه صح بجوز القطاع هذا ما أخدش حقه بالسنوات الماضية. مع العلم إذا بدنا نتطلع على أي اقتصاد عالمي اليوم وأي اقتصاد بده يقدر يوفر الفرص المناسبة لأبنائه بالخمس والعشر سنوات القادمة، التدريب والتعليم المهني والتقني هو أساسي. يعني الإميرجينج ماركتس اليوم والإميرجينج إيكونوميز ما بتقدر تكون موجودة بدون القطاع المهني والتقني، وإحنا بالتأكيد مسؤوليتنا إنه نكون جزء من المعادلة هاي ونأهل الفرص هاي. جواباً على سؤالك، ما بدي أطيل، بعرف قلت لنا دقيقتين لثلاث دقائق للسؤال. برأيي في ثلاث معايير أساسية يجب أن نضمنها مشان نقدر نوصل للهدف هذا. الأول، يجب التأكيد إنه التعليم والتدريب المهني والتقني هو أولوية بنظامنا التعليمي، ويجب أن يكون التدريب والتعليم المهني هو جزء من المنظومة التعليمية وليس مسار إحنا حاطينه على الجنب للناس اللي ما نجحوش في المنظومة الرئيسية. هذا واحد. الشغلة الثانية، يجب أن نوفر كل الإمكانيات المطلوبة من سياسات، من دعم، من إمكانيات من أجل الارتقاء بهذا القطاع
والشغل الثالثة والأخيرة اللي بدي أضيفها، يعني بداية كنا نقول إنه it is demand driven، نحقق غايات الصناعة واحتياجات الصناعة اليوم وبكرة. اليوم أنا بقول إنه مش بس تحقيق احتياجات الصناعة، هي برضو تحقيق الطموح للشاب الأردني. يعني أنا بدي مش بس بدي أوفر له فرصة تدريب مهني وتقني، أنا بدي أوفر له فرصة تدريب مهني وتقني اللي بتعبر عن طموحه المستقبلي. يعني هو بده يجي عندي وهو عم بدرك إنه هاي الفرصة عم تعطيه فرصة للمستقبل، لحياة كريمة، لدخل متميز، لمستقبل بعطيه طموح إنه رح يضله يتطور بشكل مستمر. شكراً لك دكتور أمين. ست غدير، يعني التعليم من أجل التوظيف هو حلقة وصل بين مخرجات التعليم ومخرجات التعليم التقني أيضاً والمهني، ويحاكي متطلبات سوق العمل، يفهم حاجة الشركات، يفهم الفجوات الموجودة. يعني من خبرتكم في هذا المجال، ما هي أهم المهارات والكفايات التي يطلبها أصحاب العمل اليوم؟ وكمان بحب أسمع منك أين تكمن أهم أو يعني أكبر الفجوات بما يتعلق بالفجوة المهاراتية لدى الخريجين. شكرا ديما، صباح الخير لكل حدا، سموك ودولتك أكيد. بدي أبدأ برقم يمكن بعضكم بيعرفه. الاقتصاد الأردني عم يفرز تقريبا 23 ألف وظيفة سنويا. اليوم عندنا 450 ألف باحث عن العمل، فالسكيلز والسكيل جاب لحالها لا تعني شيء الكثير، لأنه اليوم إذا دربنا 450 باحث عن العمل مش كثير رح نستفيد، لأنه لسه في عنا فائض من الانيمبلويمنت اللي موجود بالسوق. اللي بنشتغله بالتعليم لأجل التوظيف، واللي بتمنى الكل يفكر بنفس هاي الطريقة، اللي هو الديماند. إحنا بدنا نشوف الطلب على الوظائف وين موجود، وبالتالي علشان نشتغل صح، أنا من وجهة نظري لازم نشوف القطاع الخاص وين رح ينمو، الاستثمارات وين رح تصير، بحيث يصير هو المحرك الرئيسي بالنسبة لنا. إحنا بالمؤسسة هيك بنشتغل، إحنا بنشوف وين الوظيفة قبل ما نفتح أي صف أو ندرب أي طلاب، لأنه ما في أي هدف من إنه إحنا ندرب باحثين عن العمل وبعدين ما عندهم وظيفة. الوظيفة بالأول وبعدين نرجع برجوع. اللي عم يشتغلوه بالجامعة حسين التقنية عظيم، لسبب مش هدفنا إنه بس التقني والمهني لأنه حلو، هو لأنه هون الوظائف موجودة. فهو الهدف من التعليم التقني والمهني سد فجوة احتياجات سوق العمل من الناس اللي بدها تتوظف، واللي هي بكل العالم including ألمانيا والدول المعروفة، هي أصلاً الوظائف بالقطاع المهني أكثر من أي قطاع تاني، وبالتالي صار في حاجة للتدريب المهني والتقني مثل الـ HTU جامعة الحسين التقنية. وبالتالي المؤسسة عم تعمل هذا التشبيك بين العوامل اللي موجودة حوالينا، بين شباب وشابات باحثين وباحثات عن العمل، بين القطاع الخاص، وبين الموارد الموجودة اللي بتأهل شبابنا وشاباتنا. كتير مهم، دائماً إحنا بنسمع من القطاع الخاص شو هي المؤهلات اللي هم بيطمحوا لها أو بيدوروا عليها. أكيد التدريب لحتى يندرجوا مع سوق العمل بغض النظر عن شو القطاع، هذا بحد ذاته مهم. إحنا بنسميه الورك ريدينس، يعني بدهم يكونوا جاهزية سوق العمل. هذا أول إشي، واللي هو للأسف مؤسساتنا التعليمية سواء بالمراحل الأساسية أو بالجامعات لا تؤهل طلابنا لهذا الموضوع، وبالتالي بيجي دور المؤسسات الأخرى بيسد هاي الفجوة. لأنه إذا بنسمع من كل القطاع الخاص هاي الشكوى المستمرة اللي هم مش عم بيلاقوها بالمتقدمين لسوق العمل، فمنحاول نسد هاي الفجوة. موضوع اللغة الإنجليزية صار أساسي، صار ما بنقدر نتوظف ولا تكنيكال ولا فوكيشنال. يعني عم ندرب شبابنا هلأ مثلا على تصليح والمينتيننس تبع السيارات الهايبريد والإلكتريكال وكل هاي الأشياء، ما بنفع بده يفتح مانيوال بالإنجليزي وبده يقرأ. فإذا ما بيعرف البيسكس تبع اللغة الإنجليزية معناته إحنا متأخرين كتير. بعدين بتصير المهارات طبعا التقنية والمهنية 100% بيصير بدنا إن ندير بالنا عليها. في إشي مهم بدي أقوله، اللي هي بالدول التانية اللي عم ندرس الحالات تبعتها عم بيصير عنا شغلتين: إعطاء المهارة للشباب والشابات للاندراج بسوق العمل، وفي إشي تاني اسمه ريسكيلينج، يعني حدا
معه شهادة ويمكن كان بيشتغل بوظيفة معينة، بس لسبب إنه نوعية الوظائف عم تختلف سنة عن سنة، عم بتطور المهارات اللي عنده بحيث إنه يندرج بالوظائف اللي صار عليها طلب. إذن إحنا بدنا نلحق وين في طلبات على سوق العمل، هذا الإشي اللي إحنا بدنا نحضر شبابنا وشاباتنا عليه للمستقبل لحتى يكونوا دائما جاهزين لسوق العمل. عم نعمل برنامج كتير لطيف هلأ بهاي الفترة مع إنجاز أكتشلي، تعليم لأجل التوظيف وإنجاز، وشركة أجنبية اسمها EDT. عم نفوت على المدارس الحكومية، هلأ عملنا بايلت 8 مدارس حكومية، منفوت مندربهم على الكارير كونسلينج، كيف يفكروا بالوظائف، ليش أنا بدي أدرس هاي المادة مش هاي المادة بالجامعة، لأنه بدنا نحاول نخلي نوعية تفكير الشباب والشابات towards وين الشغل موجود، مش لأني جاي عبالي أدرس هاي المادة وهي ما إلها أمان وظيفي في المستقبل. فهي كله مع بعض بيؤدي للحل تبع إنه نقرب المخرجات اللي عنا مع سوق العمل بحيث إنه يقدروا يتوظفوا. شكرا كثير غدير، وزي ما تفضلتي الريسكيلينج بالذات كثير مهم، وحبذا إنه دائما نفكر كمان بتضمين اللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية بمبادراتنا بالريسكيلينج. مستر سروج، as an expert who's been working or covering Jordan for the past few years, I think past 5 years, if I'm not mistaken, in multiple fields related to education and entrepreneurship and innovation, where do you see the real enablers in Jordan? I mean, what are our competitive advantages, our strengths that we can build on today? Your Royal Highness, Your Excellency, Mr. Prime Minister, Excellencies, ladies and gentlemen. She reminded me of time in this region. I've been here for 5 years, and I'll shortly be leaving this region for my next assignment responsible for water. But when I was asked to be on this panel, it made me reflect on my 5 years on this country. It also reminded me of my childhood. When I was growing up in India, everything people wanted was to get a government job. Today, that's not the case. This country also, I find, the Jordanian talents inside Jordan, outside Jordan, are doing so well. Many of my schoolmates now who are heading Google, IBM, Microsoft, they're all my classmates. Today, they're the global CEOs. When I talk to them, they always mention that these Jordanian girls and boys who come and work for our companies, they're among the top talent. All this, the point I'm trying to make is that Jordan got talent. What we need essentially is a culture of entrepreneurship. If we do not respect entrepreneurship, if we do not create environment which encourages entrepreneurship, we have a problem. If we only value government jobs, we have a problem. Government jobs are great because we need government officials to be the real enablers of entrepreneurship to be developed. And therefore, the first point I want to make is that we need to build a culture of entrepreneurship where we encourage girls and boys to really take that path. And the role of government is extremely important in terms of the policies, access to finance, technical capacity support to the entrepreneurs, of course, access to the markets. All these instruments are in place in Jordan. But I think what we really need, and this is not just government's responsibility. Every family, as parents, we need to encourage our children to take risks, to go on the path of innovation. And that brings me to my last point. The world belongs to the countries where the future of innovation is. You can't be doing the things of the past and still aspire to become a wealthy and prosperous country. It's not going to happen. Mm-hmm. Top 10 most values companies in the world do not manufacture anything. They thrive on innovation. You know, one of my classmates, he's responsible for developing Google search engine. You know what they work on today? The kids who are born today
What will they search in 5 years from now? And they are creating an algorithm for that 5+ kids being born today to prepare Google search. And once you get connected to Google search, you know, the world is in your hands. They track your process, the way you search, the kind of products you're looking for, and that's how the whole e-commerce is being organized. The point I'm trying to make is that Jordan has the talent, but we need to think way into the future. I heard some of my panelists talk about the future of work, training Jordanian girls and boys for the future, but that needs a culture of innovation in the universities, centers of excellence, private sector, investing in R&D, investing in research and development. What percentage of our budget is going in R&D? I'm not talking about paying just the salary of teachers and professors, etc. I'm talking about investing serious R&D, and I think that's where the innovation is going to happen. Number of applications being filed for patents, how many international, how many IPRs we are filing from the country. I think those are the things we have to go. And I cannot stop by saying, there is one thing which I still feel very unhappy, is that Jordan is not doing enough to encourage women to be in the economic space. You know, I just cannot understand this. Whenever I have got a chance to engage with senior colleagues of the government, and once I was also with His Majesty when our president was visiting here, and I raised this point. So my request with folded hands to everybody in this room, we cannot expect this country to have a vision of 2030 if only 20% women are active in the economic space. Not possible. So please, I will not be here in this role. I will not be here in this role to remind you, but my request is that please let us do more for Jordanian women. Give them safe transport, make them feel safe, and give them all the tools they need to be really active in the economic space, and that will help this economic vision to become a reality and position Jordan as the real hub of MENA on innovation. Thank you, Mr. Sarooj. And maybe on a little bit happier note, I totally agree with you, but 30 years ago, I've been working in Jordan for 30 years now. 30 years ago, I felt odd everywhere I went. It's quite different now, so there's a lot happening in that, but definitely we need much more, for sure. عودة لك دكتور تيسير, يمكن عودة للوثيقة الهامة التي يتم إطلاقها اليوم. تشمل الوثيقة ليس فقط مبادرات واضحة كما ذكر, تشمل مؤشرات لقياس المخرجات وآلية لمتابعة التنفيذ إلى آخره. ولكن نعلم أن عندنا مشكلة بالأردن فيما يتعلق بتوفر البيانات, وهي متباينة بتباين أو باختلاف المرجع. فكيف يمكننا متابعة الأداء بوجود مثل هذا التحدي؟ وبدي أطلب بعد إذنكم, نستعجل كثير, يعني إذا ممكن دقيقة لكل سؤال بكون ممنونة. بلا شك يا ستي, تحديات البيانات بقطاع منظومة تنمية الموارد البشرية بالأردن بصورة عامة هي تحديات جمع. عندنا بيانات, لكن هذه البيانات مجزأة, متناثرة, غير مكتملة وغير محدثة, وقد لا تكون ريلايبل في بعض الأحيان. لكن الأخطر من ذلك أنه لا يوجد استخدام للبيانات, وبالتالي التحدي الكبير الموجود لدينا هو في ثقافة استخدام وتوظيف البيانات. البيانات تخدم أغراض التخطيط, تخدم أغراض المراقبة والتقييم, تخدم أبحاث السياسات. نحن للأسف سابقا كان عندنا نظام تعليمي ما شاء الله عليه وكويس, قد لا نكون بحاجة إلى بيانات كبيرة بذلك الوقت, لأنه يعني نستطيع أن ندير النظام ونخطط له. لكن الآن النظام تضخم وتشعب وتعددت مشكلاته وتحدياته, وبالتالي نحن بحاجة إلى بيانات. وهنا أنا أعتقد أن البيانات المطلوبة للتخطيط السليم وللمراقبة فيما يتعلق يعني عمالنا كيف بصير الـ pace of implementation لهذه الوثيقة, وهل إحنا ماشيين on track ولا off track,
في بعض الحالات حتى نعدل، هو لابد أن يكون هناك education decision support system، نظام لدعم القرار، وبالتالي نحن بحاجة إلى بناء القدرات المؤسسية في تحليل وتوظيف البيانات واشتقاق السياسات. بكل ألم، وأنا يعني أتحمل قد أكون جانب من المسؤولية، أنه لدينا مجالس قطاعية، مجلس التربية ومجلس التعليم العالي ومجلس التبت وما إلى ذلك. هذه المجالس لا تعنى كثيرا بالسياسات، وما تقرره هو لا يبنى على تحليل عميق حقيقة للسياسات نفسها الموجودة والبرونز أند كونز لأي توجه آخر. ما عاد عندنا لا طرف الوقت ولا طرف المال في أن نستمر بما أسميه pull out of mind policies. هيك أنا بعرف وهيك درسنا وهي أحسن ما عندنا هذا الأمر. الآن يا سيدتي بالتأكيد لابد أن نوفر هذه البيانات. البيانات مهمة جدا لأنها تعطي تغذية راجعة instant. وأنا اللي فهمته أنه راح يكون في يونت للمونيتورينج والإيفاليويشن لهذه الاستراتيجية. فالبيانات مهمة جدا حتى نعدل ونصوب ونعمل لينكجز وألاينمنت، وليس فقط ننتظر حتى 32 حتى نقيس المستهدفات. لا، عملية البيانات وتحليلها مستمرة، سواء نفذنا النشاط واكتمل ولا ما اكتمل، شو المخرج تاعه المحدد وبالتالي يجب أن نقيسه، ما هو الناتج الذي قاد إليه وأين يصب بالريزلتس والإمباكت الأساسي. فنحن بحاجة إلى بناء قدرات اكتمال البيانات. أهم شيء أن نخلق ثقافة السياسة المبنية على الشواهد، evidence based policies. ما عاد منقدر، كل العالم الآن بتحرك بهذا الاتجاه لأنه كلفة السياسات الخاطئة هي كلفة كبيرة جدا. شكرا. شكرا معليك. برضو رح أطلب بنص دقيقة يعني تحدي هذا. بس دكتور أمين، عودة إليك. يعني دول متطورة تعي أهمية التعليم والتدريب التقني، وفي أمثلة كثيرة بديش أدخل فيها، بس يعني سريعا هيك، بألمانيا من اللي بدرس بهذا القطاع بدرس على الأقل من سنتين ثلاث سنين ونص تدريب عملي في الشركات، هذا جزء من تعليمه. تلتين التعليم بيكون عندهم عملي، بينما لا يزال عندنا بشكل كبير نظري. جزء هام من رسالتكم هي تحديث هذا القطاع بشكل عام في المملكة. كيف سيتوسع هذا الجانب؟ يعني كيف ستحققون ذلك؟ هل هناك عمل مباشر مع المعاهد؟ شو طبيعة العلاقة بينكم وبينهم؟ شكرا ستي. بداية، نقطة انطلاقنا في برنامجنا تحت جامعة الحسين التقنية، نحن لأول مرة جامعة متقدمة أثبتت نفسها بالأردن هي المسؤولة عن هذا البرنامج للتدريب المهني والتقني. نعم. الشراكة هي مع مؤسسة ولي العهد بتوجيهات صاحب السمو، ومبنية على أساس توفير فرص جديدة للشاب الأردني في مجال التدريب المهني والتقني. الشراكة مع بنك الإنماء الألماني الكيف دبليو، بدأنا المشروع بشهر 8 من السنة الماضية، وحالياً رح نغطي 9 مراكز للتدريب المهني من مؤسسة التدريب المهني، وتشمل مدرسة شنيلر، بالإضافة لمعهد جديد في وادي السير اللي المفروض يكون يعني حالة متقدمة على مستوى المنطقة. يعني المفروض بإذن رب العالمين رح ننجح أنه نخلق منه ريجينال هاب لا هاي كواليتي تيفت ادوكيشن. الموديل مبني على التجربه الالمانيه، وير مابينج التجربه الالمانيه بالتدريب المهني. راح يكون في التركيز على كل العناصر اللي بتحقق نوعيه عاليه من هذا التدريب. يعني احنا حاليا عم نشتغل على رفع الفيزيكال انفراستراكشر، البنيه التحتيه. بنحكي عن تدريب المعلمين او المدربين في معاهد التدريب، بنحكي عن تطوير برامج اللي مش بس بتحاكي حاجات الشباب وحاجات السوق، ايضا بتحاكي ايش بنتوقع رح نحتاج 7 سنين من اليوم او 10 سنين من اليوم، مشان نقدر فعلا نأهل الفرص هاي داخليا وخارجيا. والشغله الاخيره
اللي هي مسألة الانتجريشن اوف تكنولوجي بكل المجالات اللي قاعدين بنسويها وريادة الأعمال. يعني بس لزميلي وباختصار شديد, focusing على الwomen participation is one of the main top priorities in our programs. Then because يعني انت I will say it in English, what you have put your finger on is 13% of economic participation is extremely low. فإحنا بنشوف إنه مسؤوليتنا نوفر الفرص هاي, وبأكد إنه توفيرها للشعب الأردني هي مش بس للسوق الأردني وأيضا لسوق المنطقة والسوق العالمي. يعني our responsibility is providing high quality education, TVET education. This is our mandate. نعم, وكلنا أمل إن شاء الله إنه هذا رح يغير واقع الحال. يعني يمكن بدي أختم بسؤالي إليك غدير بعجالة, ويمكن سؤالي غير تقليدي صراحة. يعني التعليم من أجل التوظيف أثبت فعاليته بشكل عام, لكن ماذا عن التعليم من أجل النهوض بنوعية الحياة وهي ركيزة أساسية من ركائز هذه الوثيقة؟ بعجالة بدي أركز على شغلة كمان علشان نأمن حياة لائقة للشباب والشابات الأردنيين. زي ما قلنا نلحق سوق العمل. واحدة من الشغلات اللي عم نلجأ لها دائما الشراكة مع بقية المؤسسات اللي عم تشتغل في الأردن. إيد لحالها ما بزبط. على سبيل المثال عم نعمل إنيشيتيف مع إنتاج, عم نشتغل على الدول الأجنبية بأوروبا بكندا بالمحلات الثانية اللي عندهم شواغر كثيرة بالآي سي تي سكتر, وإحنا عندنا فائض من الخريجين من الآي سي تي سكتر. عم نشتغل, وهلأ مؤخرا كنا برحلة بإيرلندا لنبحث واحد من هاي الجوانب اللي هي البي تو بي, شركات الأردنية نشبكها مع الشركات اللي بأوروبا لرفع مستواها بحيث إنها تصير تعمل أوتسورسينج للشركات اللي برا. هاد لحاله والكرييت جوبز رح يخلق وظائف لشبابنا وشاباتنا الأردنيين اللي ما بدنا ياهم يطلعوا برا البلد, اللي رح يصيروا يشتغلوا مع الشركات الأردنية اللي رفعنا من كفاءتها تشتغل مع برا. فهذا واحد من الأمور. الكواليتي اوف لايف, طبيعة الحياة تتحسن لما يكون في تأمين لوظيفة للزوج والزوجة والابن والبنت وكافة أفراد العائلة. موضوع تمكين المرأة, تمكين المرأة مش صدفة إنه الستات عم بيتألقوا والنساء عم بيتألقوا بقطاعات البانكينج والإديوكيشن والميديكال. السبب من وجهة نظري وبكيف إحنا عم نلاقيها بالتعليم لأجل التوظيف, التحرش الجنسي عائق أساسي لاختراق سوق العمل بالنسبة للنساء بهدول الثلاث قطاعات. إذا بتنتبهوا عليهم إنه هدول بلارج يعني أماكن عمل كبيرة يقل فيها أو أتليست البرسبشن بأنه بيقل فيها نسبة التحرش. 96% من الشركات في الأردن هي SMEs, شركات صغيرة ومتوسطة, وبالتالي الأب أو الزوج أو الكذا ما بيحب بنته تروح, وهي لا تشعر بأنها سيف أنها تروح على, للأسف. مع أنه أكيد في استثناءات عظيمة بسوق العمل, ما عم بقول أنه الكل هيك, بس عم بقول اللي بيجي على بال الناس أنه بده بنته أو مرته أو هي بحد ذاتها بدها تشتغل بمؤسسة كبيرة لأنه التحرش أقل. إذا بدنا نعالج الروت كوزز, بدنا نعالج مشكلة التحرش بالبلد علشان نشجع نسبة المرأة مشاركتها بالاقتصاد في الأردن. هذا كله مع بعض بيؤدي لأنه نأمن حياة لائقة للشباب والشابات. التشبيك مع المؤسسات القائمة الموجودة بالأردن, اللجنة الوطنية لشؤون المرأة, معها التضامن, في شركات كثيرة ومؤسسات اللي عم تعمل تخلق جو من البوليسيز لحتى نأمن قطاع خالي من المشاكل اللي بيشجع وبيحفز المرأة إنها تشتغل في سوق العمل. برأيي هذا إشي كثير مهم. شكراً كثير غدير, شكراً ضيوفي الكرام. يعني أثريتم هذه الجلسة بخبرتكم وبشفافيتكم, وأتمنى أن تكون الجلسة نجحت بتسليط الضوء على بعض النقاط الأساسية والمواضيع الهامة. كل الشكر لك صاحب السمو الملكي ولي العهد على حضورك وتشريفك لنا. شكرا دولة رئيس الوزراء السيد بشر, الدكتور بشر الخصاوري الأكرم. شكرا لمعاليكم وعطوفتكم وسعادتكم وضيوفي الكرام. أهلا وسهلا, شرفتم.